قبل ما تتجوز من عرفه؟ واحدة واحدة. كان عندك كم متابع على السوشيال ميديا؟ كان عندي تقريبا، لا كان عندي تقريبا 5000 واحد. ودلوقتي عندك كم واحد؟ دلوقتي 1,400,000. الفرق ما بينهم عظيم. طبعا، والسبب طبعا يرجع لمنا. ده يرجع لمنا. طبعا. مش بتتضايق خالص اما تعمل سيرش على السوشيال ميديا او على جوجل او على يوتيوب ويتكتب زوج من نعرف؟ زوج من نعرف. انا كنت حاولت في البداية ان انا الموضوع ده، لو هتفتكري اكيد منا لما اعلنت الخطوبة في البداية، لما اعلنت ما كانتش قالت الاسم مين، واعلنت نزلت بوست ان هي اتخطبت، وفي الاول خالص الناس افتكرت ان هي بتحاول تعمل ومش عارف ايه عشان اسباب تانية، اسباب شخصية اخرى فكان كلام كتير. فانا اصلا كنت قايل لها مش عايز نعمل الخطوة دي او يتقال اسمي عشان ما الناس ما تقولش اللي بيحصل دلوقتي. كنت عايز الكلام ده يحصل يعني بعد لما فيلم 666 احنا مع بعض في ده ينزل، نبتدي بقى نعمل الخطوة. بس طبعا في صور اتسربت من الاصدقاء وكده من طرف منا وكده، بس ده اللي حصل. فنزل خبره انا هتضايق ليه؟ ما دي حقيقه فعلا. مش متضايق؟ لا دي حقيقه فعلا.